السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا اليوم مقطعنا راح يكون شرح تحديات نهضة ايرون مان او تحديات نهضة توني ستارك. وطبعا قبل بداية المقطع، اذا كنت جديد في القناة اشترك فيها وفعل زر الجرس، ولا تنسى انك تدعم المقطع بلايك، وطبعا لا تنسى انك تستخدم كود الايتم شوب YZYZET وتحفظ عندك في الايتم شوب. ويلا خلونا نبلش مقطعنا. وطبعا شباب، زي ما تعودنا انه انا شرحت تحديات سكنات الباتل باس كاملات، شرحت تحديات ثور وكل سكنات الباتل باس، كل سكن شرحت له مقطع كامل ونزلته في القناة. فاليوم راح يكون اخر سكن هو سكن ايرون مان او توني ستارك، راح نشرح له اخر مقطع له بخصوص تحديات باتل باس. فاذا في اي احد فيكم مثلا عنده مشاكل، مثلا مو لاقي تحديات جينيفر او تحديات ستورم، بقدر افوت على القوائم اللي تشوفها قدامكم، سواء فتحت من بي سي او الجوال عندك القائمه اسمها تحديات السيزون الرابع، شارح فيها تحديات الاسبوعيه، شارح فيها اماكن الاكس بي، وحاط فيها كمان تحديات الباتل، تحديات سكنات الباتل باس كامله، يعني ثور وجينيفر وستورم والسكنات كامله. فالقائمه موجوده بقناتي اسمها تحديات السيزون الرابع، مثل ما تشوف قدامكم من الجوال او البي سي، بتقدروا تفوتوا عليها وتفوتوا على المقطع اللي بدكم اياها عن طريق هذه القائمه. فخلونا نبلش بشرح التحديات. طبعا بفوت على الباتل باس، على القائمه اللي تشوفوها قدامكم تحديات توني ستارك. طبعا لازم تكون فاتح السكن بطريقه 93، بفتح عندك السكن وعندك بليفل 100 اللي هو التحدي الخاص بالرقصة اللي تشوفوها قدامكم. طبعا هاي رقصة بتكون رقصة وستايل ثاني لايرون مان، ولها سلة تحديات. فبنشيل كاميرا الفيس كام حتى تشوف التحديات. طبعا التحدي اول مطلوب منك ابلغ 88 على عداد السرعة لسيارة ويبلاش بشخصية توني ستارك. لازم تسوي التحدي بشخصية توني ستارك ايرون مان. في سيارة ويبلاش اسمها باللعبة عادية، وفي سيارة ويبلاش خاصة بايرون مان. فلازم تاخذ هذه السيارة بشخصيته وتمشي فيها سرعة فوق ال 88 عن طريق كبسة البوس، يعني بتطلع معك سرعة بالتسعينات بتخلص التحدي. فهذا السيارة موجودة عندك سيارة عادية بأي مكان، أو سيارة موجودة بصناعات ستارك الخاصة بايرون مان بكيفك. فبندخل جيم وبوريكم كيف تخلصوا التحدي. وطبعا شباب، سيارة مطلوب منكم تكون بصناعات ستارك. هذه صناعات ستارك تشوفها قدامكم على الجزيرة اللي تم إضافتها جديد، وهذه مكانها في الخريطة مثل ما تشوفوا قدامكم. فبتقدر تروح عليها أنت حتى تحصل على السيارة، أو بتقدر تروح على مكان ثاني في سيارة وبلاش، ومن نفس الفكرة تقدر تسوي التحدي السيارتين. بس انا بفضل بسياره ايرون مان اسهل، لانه في اكثر من سياره، بتدخل من الكراج اللي تشوفه قدامكم وبتدخل داخل، وهذه السياره مثلا تمام، فبتمشي فيها بدك توصل سرعه فوق ال 88، فبتكبس بوست بتسرع السياره معاه، بتطلع فوق 88 وبتخلص التحدي مثل ما تشوفه قدامكم بكل سهوله. هذا بالنسبه للتحدي الاول. طبعا هاي السياره وبلاش خاصه بايرون مان، في سياره وبلاش ثانيه خاصه باللعبه نفسها، يعني الوان ثانيه تكون، فبتقدر تسوي التحدي بهذه السياره الايرون مان او السياره العاديه الموجوده في الجيم. اوف راح مايدس معانا. المهم خلينا ننتقل للتحدي الثاني. فندخل على الباتل باس مثل ما تشوف قدامكم، التحدي الاول خلصناه. التحدي الثاني استخدم طاوله الترقيه بشخصيه توني ستارك. طبعا لازم شخصيه توني ستارك، التحدي الاول والثاني نفس الشيء. يعني طاوله الترقيه المقصود فيها هي اله تطوير الاسلحه، اله تطوير الاسلحه. فاول شيء تحط سكن توني ستارك اذا ما كنت حاطه، يعني بالنسبه للتحدي الاول والثاني والثالث كل التحديات نفس الشخصيه، وبدك تطور سلاح اله تطوير الاسلحه. طبعا الاله هي موجوده باكثر من مدينه، فانا بروح على مدينه سولتي، انا مش حافظ غير هذا المكان مع انه في اماكن ثانيه. طبعا هذا المكان سولتي او دي نبيع، حلو. فقبل تروح على هذا المكان يفضل انك تروح على بيت قريب منه تلوت وتجيب موارد، لانه اخيس سلاح بدك تطوره بيطلب منك 100 حجر 100 خشب 100 حديد، فلازم يكون معك سلاح ومعك موارد 100 100 100 بكل انواع على الاقليه. فانا نزلت قريب مثل ما تشوفوا قدامكم، معي اسلحه قريب من السولتي يعني، فمعي شوية موارد. خلينا نكسر صخر. طبعا البيت تشوفوا قدامكم هذا البيت اللي فيه آلة تطوير، في مدن ثانية فيها آلة تطوير بكيفك، بس أنا هذا اللي حافظه يعني. كان معانا مشكلة الحديد ما يكفي، أتوقع الحديد ما يكفي، شايفين؟ الحديد أقل شيء لازم 100 يكون معي، فمعاي حجر وخشب كويس، فبتنا حديد. أتوقع داخل البيت في حديد. حديد يا جماعة. اوه يلا يلا يلا، ثلاجة ثلاجة، حلو. صار معنا 100 100 100 تقريبا. فهسه بنروح على المكان تاع التطوير ومطور اي سلاح، مطور الام 16 مثلا،
حلو نفعت. اوه لما تخلص تطوير بتخلص التحدي الثاني مثل ما تشوف قدامكم، هسه بيطلع لك الخط والصح. خلص خلصت التحدي الثاني بشخصية توني ستارك، ننتقل للتحدي الثالث. ندخل باتل باس. التحدي الثالث اللي هو ما يبقى اطول التحدي، خليه يخلص. طويل التحدي، بدي بلشه من البداية عشان اعرف اقراه. ارقص بشخصية توني ستارك في مختبر البذلات، اللي هي البذلات يعني في صناعات ستارك، اللي هي البناية نفسها اللي اخذنا منها سيارة. بدك ترقص رقصة ايرون مان الخاصة فيه بهذا المكان عشان تخلص التحدي الثالث وتخلص التحديات ويعطوك كريستال ويعطوك رقصة التحول الخاصة بايرون مان. طبعا شباب نروح على نفس المكان صناعات ستارك تعرفوها. المهم لا تدخل الا من المكان نفسه اللي فتنا فيه، فيه سيارات كان اللي هو عند الكراج تشوفوا قدامكم على الجنب، بتكسر وبتفوت ووقف على هذه الارضية مثلا وارقص الرقصة الخاصة بايرون مان. يا سلام خلصنا التحدي، اخذنا الستايل واخذنا الرقصة الخاصة بايرون مان رقصة التحول. يعني بتقدر عن طريق الرقصة هاي تتحول لتوني ستارك وتتحول لايرون مان بنفس اللحظة وبنفس الجيم عادي. طبعا شباب لو تلاحظوا هون داخل المصنع تاعه في آلة تطوير اسلحة مثل ما تشوفوا مكاني، اذا حابين تخلصوا التحدي الثاني هون مثلا، لانه التحدي الثاني بسولتي ممكن آلة التطوير اللي بسولتي تكون صعبة عليكم، فبالنسبة للآلة الموجودة هون ممكن تكون سهلة، يعني بتجيب موارد بتجيب سلاح وبتطور هون وبتخلص التحدي الثاني. وبس شباب يكون شرحنا تحديات توني ستارك، شرحنا تحديات السكنات كاملة. طبعا انا اللي سويته انه كل سكن شرحته لحال، كل سكن شرحته بمقطع لحال، فبفكر بعد اسبوع او اسبوعين انه ادمج هذه المقاطع بمقطع واحد والخصها تلخيص، يعني المقطع يكون في اسمه تحديات سكنات الباتل باس كامله. بتفوت على المقطع بنبلش بثور تحديات ثور وبننتهي بتحديات ايرون مان، ويكون بالمقطع كله تحديات السكنات كامله. فشو رايكم بالفكره؟ اكتبوا لي بالتعليقات اذا حابين اعمل هذا الاشي بعد اسبوع، انه ادمج كل المقاطع اللي حالهم بمقطع واحد، يكون طويل بس يكون مفيد بنفس اللحظه حتى تستفيدوا من مقطع واحد، لانه في ناس ممكن لسه ما سووا ولا تحدي ممكن هذا المقطع يفيدهم مره واحده. فهذا ايش راح نسويه، اكتبوا لي رايكم بالتعليقات حابين اعمله او لا. فبس شباب اتمنى اذا استفدتوا المقطع انه تنشره بكل مكان حتى الكل يستفيد. اذا كنت جديد في القناه وتتابع المقطع اتمنى انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وطبعا لا تنسى انك تستخدم كود الايتم شوب YZYZET تحفظوا عندك في الايتم شوب. وبس ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامه.